حلقة جديدة، وبإذن ربنا النهاردة هرد على انتقادات جاتلي بسبب الفيديو اللي أنا عملته الخاص بالكسور السنوية والتدريب على الحيطة. في ناس كتير قالت لي إن التدريب على الحيطة غلط، وإن هو هيسبب في المستقبل شلل رعاش والتهاب في الأعصاب الطرفية، وفي نفس الوقت مش من المحبذ إن احنا نتدرب على الحيطة. طب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ مبدئيا علشان نحل الجدل ده كله، أنا بحثت في موقع أجنبي علشان نحل الحسم ده، والموقع الأجنبي ده لقيت فيه تاريخ الكسور السنوية من البداية لغاية الأضرار والفوائد. طيب، في ناس كتير طبعا هتسأل فكرة الكسور السنوية جت منين من الأساس، وهل هي فكرة طبية أو مثلا مبنية على دراسات علمية ولا ده ولا ده. فكرة الكسور السنوية ابتدت من الملاكمة التايلاندية أو أسلوب المواي تاي اللي عملته تايلاند. بعد لما عملوا اسلوب المواي تاي، لعيبة المواي تاي قعدوا يتدربوا على اشجار الموز. اشمعنى اشجار الموز؟ لان هي مش صلبة بما فيه الكفاية، لانها فيها نسبة مية عالية، وفي نفس الوقت برضو صلبة علشان تنشف رجليهم وتقوي الركلة بتاعتهم. طب هما كانوا بيضربوا ركلات قوية جدا ومتتالية في اشجار الموز، بالذات في عصبة الرجل، علشان يقوي عصبة الرجل. لما بيقوى عصبة الرجل عن طريق ايه؟ بيحصل كسور سنوية. الكسور السنوية ديت الجسم بيعالج عن طريق ترسبات كالسيوم، وكثافة العظم بتزيد. طيب هل العظم فعلا بيبقى قوي؟ لا، هو بيبقى قوي قوة رمزية، او بيزيد قوة رمزية، بس مش القوة اللي الناس معتقداها يعني، لا هو قوة رمزية. بعد لما بيحصل القوة ديت، شدة الألم بتاعت الرجل بتقل، يعني بعد لما يجي يضرب ضربات تانية على الشجر نسبة الألم بتاعته هتقل. طب إيه اللي حصل؟ المخ بيدي إشارات للمنطقة المصابة اللي هو بيتصاب فيها كذا مرة، فالمخ بيتعود على الإشارات دي وما بيعتبرهاش إشارات غريبة، لا خلاص المخ اتعود وبيخلي المنطقة ديت ضد الألم. علشان كده الألم بيقل تدريجي، مش بسبب ترسبات الكالسيوم وبس، لا ده بسبب كمان ان اشارات المخ اتعودت على الحال ده. بعد كده طيب ينفع بقى الحركة دي تتعمل في اي جزء من اجزاء الجسم؟ يعني مثلا ينفع مثلا عن طريق اللكمات، او حتى عن طريق اي مفصل او اي عظم في كل اجزاء الجسم نعمل فيه نفس الحركة دي؟ اه طبعا ينفع، اي جزء او اي عظم في اي حتة في الجسم او في اي جزء من الجسم لما بيتخبط برضه بيحصل له كسور سنوية وبيتعالج بترسبات الكالسيوم. ولما العملية دي بتتكرر كذا مرة نسبة الألم بتقل، لأن زي ما احنا قلنا في أول الفيديو الإشارات بتاعة المخ اتعودت على المنطقة المصابة المعينة اللي انت بتصيبها كل مرة. ده بالنسبة لتاريخ أو إنشاء أو بداية فكرة الكسور السنوية. ده أولا. ثانيا، الجسم بيتحمل الألم أو بيتكيف مع الألم اللي انت بتدهوله. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده لاعبي رفع الاثقال لما بيجوا يرفعوا الوزن من على الارض، بيرفعوا اوزان طبعا ضخمه او قويه لحد ما، لما بيرفعوا الاوزان ديت جم كشفوا عليهم ولقوا ان كثافه العظم بتاعتهم اعلى من كثافه عظم الانسان العادي، وده اكبر دليل ان الجسم بيتكيف مع الحموله اللي بتيجي عليه او الاذيه اللي بتيجي عليه. يبقى اصبح دلوقتي الجسم ما بيتاذيش، بالعكس ده كثافه العظم بتاعته بتزيد والقوه بتزيد وشده تحمله في الالم بتبقى زياده عن اللزوم. علشان كده لما انت بتيجي تخبط مره واثنين وثلاثه نسبه الالم بتقل تدريجيا. طبعا في ناس كتير بتقول ان لاعب البوكس محمد علي كلاي جاله شلل رعاش. طبعا جاله شلل رعاش، هل بسبب، في ناس كتير قالت انه بسبب ان هو بيتدرب لكمات كتير على الحيطه والكلام ده، كل الكلام ده غلط. جاله شلل رعاش بسبب ان هو كان بيستلقى طبعا ضربات كتيره جدا، واي لاعب بوكس على مستوى العالم بيستلقى ضربات كتيره جدا في جسمه، فلما بيستلقى ضربه الخلايا العصبيه بتاعت جسمه بتنمو او بتتعالج اول لما بيروح مثلا وبيهدى، لكن مع كتر الضربات او مع كتر المجهود طبعا ساعات الخلايا ديت ما بتلحقش تجدد نشاطها وما بتلحقش تنمو بالطريقه الصحيحه، فعشان كده الانسان بيتصاب بشلل رعاش. عشان كده لما تيجي انت تتدرب على الحيطه ما تتدربش بعنف زياده عن اللزوم، ومش كل يوم على الفاضي وعلى المليان، ومثلا لما تيجي وانت نمت تقعد ترزع في الحيطه، لا طبعا الكلام ده غلط، لان كل شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده. فاصبح دلوقتي المشكله مش في الحيطه،
المشكلة في لكمتك انت، او المشكلة في العنف الخاص بك انت. عشان كده انا قلت في الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن القصور السنوية اللي فات، يا ريت لو انت شخص مبتدئ تتدرب على الهادي وما تتدربش بعنف، وانت برضه حتى لو شخص محترف برضه تدرب على الهادي ما تتدربش بعنف، او تدرب بعنف بس الى حد ما، مش لازم يعني ايديك تخرم الحيطه وتعديها، لا، علشان انت في الاول وفي الاخر عظمك ما يتاذيش. لان انت لو عملت كده انت ما بتخليش العظم يجيب ترسبات كالسيوم ويعالج الكسور ديت، فطبعا ده هتبقى كسور اوليه، انت كده تخلي دراعك ده يتجبس. لا، انت تدي للجسم فرصته، وفي نفس الوقت ما تقساش عليه، لان الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، سواء كانت حاجه كويسه او وحشه، ديت حاجه معروفه. فعشان كده لما تيجي تتدرب على الحيطه اتدرب الى حد ما بعنف بس على الهادي برضه. طيب في اخر الفيديو، تدريب على الحيطه صح ولا غلط؟ ولا هو صح ولا هو غلط. ليه؟ لان مفيش دراسات علميه اكدت الكلام ده. مفيش دراسات علميه اكدت عن الكسور السنويه، كل المصادر اللي جات لنا كانت من لاعبي فنون دفاع عن النفس قعدوا يتدربوا على الموضوع ده، وبعد كده عملوا اشعاعات على ايديهم واتضح ان كثافه عظمهم بتزيد والقوه بتاعه قبضتهم بتزيد. لكن مفيش اي دراسات اتعملت على الموضوع ده، ولا دراسات علميه ولا حتى دراسات طبيه تثبت الكلام ده. فعلشان كده مفيش اي ادله واضحه بتثبت الكلام ده. هل التدريب على الحيطه باستمرار يجيب شلل الرعاش؟ برضه مفيش ادله بتثبت الكلام ده لغايه النهارده. مفيش يعني دليل قاطع. علشان كده ما نقدرش نقول ان التدريب على الحيطه صح، او ممكن نقول ان التدريب على الحيطه غلط، هو ولا صح ولا غلط. هو ده متوقف عليك انت. طب انت عايز نصيحتي مثلا، انت عايز تتدرب على الحيطه اتدرب، مش غلط. اتدرب بس بهداوه، علشان برضو احنا مش متاكدين من الصحه الكامله للمعلومه. ورب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وشكرا ليكم، ونشوفكم في فيديوهات اقوى واقوى. واي معلومه تشوفها في اي فيديو حتى لو من شخص محترف ابحث عنها واعرف، اتاكد من صحه المعلومه قبل ما تنفذها على نفسك. والفيديو ده انا عامله مش عشان الف الفيديو اللي فات، لا، الفيديو اللي فات كل كلمه انا قلتها فيه صح، بس احنا عايزين كنا نوضح المعلومه بشكل اساسي وبشكل متطور اكتر واكتر، علشان نحل مساله الجدل اللي في الموضوع ده بالذات. وشكرا ليكم، ونشوفكم في فيديو جديد.